ولنقاش البيان الصحفي الصادر عن هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن محاولة تغطية جريمة قتل الناشطة شيلان دار رؤوف وعائلتها. ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أختي الكريمة. كيف تابعتم في هيئة علماء المسلمين جريمة اغتيال الناشطة شيلان دار رؤوف وعائلتها؟ حقيقة كانت هي جريمة مروعة، جريمة بشعة بحق هذه العائلة من في بغداد، وهي عائلة أصلها من سليمانية، عائلة كردية كما تابعها جميع العراقيين. جريمة بشعة بحق الشعب العراقي. تمثلت هذه الجريمة كنموذج على مدار يظهر حقيقة وبشاعة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وسطوة الميليشيات تسلطها على رقاب الشعب العراقي. فهي جريمة هزت كيان الشعب العراقي، هزت الضمائر الحية التي تابعت هذه الجريمة بكل تفاصيلها التي حاولت الحكومة تغطيتها وتمويه الحقائق حتى لا يظهر الجانب الحقيقي الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة. كيف يمكن قراءة الرواية الحكومية حول هذه الجريمة ومرتكبيها؟ حقيقة الحكومة حاولت هي أن تتستر بداية على هذه الجريمة بإظهار مقطع فيديو ساذج، مقطع فيديو يحاول أن يموه الحقيقة وأن يتستر على المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، كما نوهت إلى ذلك بعض المنظمات والمراكز الحقوقية على أن المرتكب الجريمة هو عناصر ميليشيات تابعة للحكومة. وإذا تابعنا الأحداث المتسلسلة لوجدنا أن هذه الجرائم، قتل عائلات في بيوتها آمنة مستقرة، هذه لم تكن الأولى، ولكن هذه بشاعة الجريمة بطريقة القتل وتقطيع أجزاء من الجسد وذبح الناشطة وقتل جميع العائلة، هي كانت يعني كصورة بشعة جدا. أما تسلسل الجرائم في البصرة، في كربلاء، في بغداد، عدة جرائم كانت نفس النموذج، نفس الطريقة، قتل الناشطين المتظاهرين الذين ينددون بسياسات الحكومة، يسعون إلى إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاشلة التي قادت البلاد على مر السنوات الماضية إلى من فشل إلى فشل. فالجريمة كانت الحكومة تحاول أن تتستر عليها. وإذا تابعنا الأحداث جيدا لوجدنا أن هناك اجتماع حصل ما بين زعماء الميليشيات، ما بين الأحزاب المتسلطة وبين الكاظمي قبل أسابيع، كانت مفادها أو ملخصها على كيفية إنهاء التظاهرات. ويبدو أن هذه الجريمة هي نموذج لكيفية إنهاء التظاهرات باستهداف الناشطين وقتلهم قتلا بشعا حتى يصل الرعب إلى الشعب العراقي والمتظاهرين كي ينهوا التظاهرات المستمرة على مدار سنة من الزمن. في هذا السياق، بالحديث عن استمرار مثل هذه الجرائم دكتور، مثلما أشرتم، كيف يفسر استمرار القوات الأمنية والميليشيات باستخدام نفس الوسائل القمعية لمحاولة إجهاض الحراك الشعبي الرافض للأحزاب الطائفية؟ حقيقة هذا يظهر فشل الحكومة في معالجة الأزمات الموجودة في العراق، لأنه هم يتخذون منهجا واحدا في محاولة إنهاء كل مشاكل أو عفوا كل مظاهر التي تعارض الحكومة وسياسات الحكومة والنظام السياسي في العراق. هم لا يعرفون إلا لغة القتل، التهديد، الاعتقال، التغييب، لإنهاء ما يسمونه المعارضة ضد توجهاتهم البشعة والتي قادت العراق إلى مآسي ومحن يعاني منها الشعب العراقي. المشكلة التي يعاني منها الشعب العراقي هو أنه أصبح المتحكم بالسلطة هي زعماء الميليشيات وميليشيات مسلحة تقتل وتنهب وتحاول إسكات الصوت العراقي الوطني الحر
بالتهديد والإرهاب والقتل والتصفية. ما مدى نجاعة مثل هذه الوسائل حيال يعني بالمقابل إذا حاولنا رصد صداها لدى المتظاهرين والمشاركين في الحراك الشعبي؟ هل يسكت المتظاهر عندما يشاهد مثل هذه الجرائم ترتكب؟ طبعا هذه الأمور ستزيد من نقمة الشارع العراقي على السلطة الحاكمة والمتحكمة بالشعب العراقي. وعلى مدار سنة كاملة حاولت الميليشيات وأحزاب السلطة الفاسدة والقوات الأجهزة الأمنية أن تستخدم هذه الوسائل، ولكنها فشلت فشلا ذريعا، لم تستطع أن تنهي المظاهرات، مع أنه المظاهرات تمر بظروف صعبة جدا، منها أزمة كورونا، منها أزمات أخرى، ولكن استمر المتظاهرون في المطالبة بحقوقهم، في مطالبة محاكمة المجرمين ومحاكمة القتلة والفاسدين. فعلى العموم هذه لن تفنيهم، بالعكس هي ستزيد من نقمة الشارع العراقي على المنظومة السياسية. وسوف نشاهد على حسب معطيات العرض أن الفرصة المواتية التي تأتي للشعب العراقي سينقض جميعه ويثور ضد هذه الحكومة وضد النظام السياسي القائم في العراق. دكتور، ارتفعت وتيرة هذه الجرائم بالإضافة أو على غرار الحراك الشعبي، ارتفعت كذلك منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة. يرى البعض أن هذه الميليشيات تحاول التشويش عليه أو إفشال حكومته أو إفشال الإصلاحات التي يحاول إجراءها. ما مدى صحة ذلك وكيف يفسر تزايد وتيرة هذه الجرائم؟ حقيقة الأمر لا يسير في هذا الاتجاه أبدا. الميليشيات وحكومة الكاظمي هم متفقون على هذه الخطوات. الميليشيات تقتل الناشطين والكاظمي يتستر بحكومته، تتستر على القتلة، وهذا النموذج واضح. إذ كيف تقتل عائلة عراقية في وسط بغداد في منطقة مزدحمة بالقوات والأجهزة الأمنية، ويخرج القاتل وتعترف الحكومة أنه أحد عناصر الأجهزة الأمنية، ولكن في الحقيقة هو أرادوا التستر على المرتكب الحقيقي للجريمة. فما يجري الآن أنه تبادل أدوار ما بين الميليشيات وبين حكومة الكاظمي في إنهاء التظاهرات واستمرار العملية السياسية التي أطاحت بالعراق وإلى الهاوية، ولا يمكن الرجوع إلى سكة الأمل للشعب العراقي إلا بإنهاء النظام السياسي القائم الذي جاء به الاحتلال الأمريكي والذي دعمه والذي تدعمه حكومة طهران على مدار هذه السنوات الماضية. شكرا جزيلا لكم، مقرر القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق دكتور ثامر علواني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.